بنيتي ما عادش عندي عقل باش نلبس على حال الحاجة قد عندي ولا ما عنديش ولا عندك صغيرات حتى احتجاج؟ عندي طفل وطفل يجوا يطلعوا عليك؟ كانوا يجوني تو ما عادش يجوني نعيش عندهم لا يعيشوا عندي عيش عند ربي كبرتهم وصرف عليهم خدم عليهم بوهم كان حي مسكين مشي على روحه قاعدين هم يعني هم لو هم يعاونوا هم على أرواح بديارهم وبنسيهم لا بأس عليهم وأنا يعني هم لا عندي ولد مريض مريض نفساني وعصاب طفلة ما عرس ما عبت تهزني حبيها وأنا مريضة ما نجمش نعيش واحد كنت طول ما جيت هيك الأيام طلت ودبت هي ولدها كي نمره في جيني طل وكل شيء يجيب الميك بعد ولد ما تجي قلت ما نجيش حتى عرسة لولدها ما جتنيش لها تغيبني خاتي زهرة وقت توحشت ولدها ولدها بسي الشيك والكل عملت إدارة مؤسسة نظمنا اللي مشى ليها هي باش نطلع على ولدها لدارها كيف مشينا غاديكا وضعية ما نجموش نحكيو عليها في الدار بحكم الوسخ والكل رجلها بسي الشيك شوية ولدها بسي الشيك وكان شفت اللقاء بيناتهم الزوز حاجة إنسان يحسها فهمت هي هو قال لي توحشت أمي وهي قالت توحش مي ما عندهمش كون مشيت لها بيهم الزوز الراجل والمرأة والولد بنتها رافضة اللي هي مشات لها به قالت لي انا عندي مسؤولياتي وكل شيء ما تنجمش لها به ساعه ساعه تجيب لهم الماكله ساعه اما نظافتهم وكل شيء قالت لك ما نجمش انا طفله 22 سنه وطفل 21 الطفله خبر رمضان نتاع منا والبشر انا باك شير زين الباساج يعني واحد يقرب لي يسكن بعدين خلي عيب عليك نور الدين قلت له ليش خلي كيفاه بنتك تعرس وما ما تجيش ما في بالي شيء عندنا المسنين برشا فيهم اللي عندهم الدم وعندهم السكر هذوك ما عندهم ريجيم ماكله خاص بهم جماعه الدم معناتها ياخذوا اما دومي سيل ولا سونسي وجماعه السكر سونسي نحن الصباح عندنا بون ليست نحن اللي ياكلوا سونسي بون هذوك نطيبوا لهم كيما قالت لك مدام لميا بغير الملح وعندنا اللي ياكلوا دومي سيل ولا واحد هذاك نخلطوا لهم شطر بشطر وفما كيما قالت لك عندنا مسنه مثلا البوا نتاعها ياسر واحد هذيك تعب ريجيم كله دي ليغيوم واحد وكل شيء فهمت الشيء اللي ثبتناه بعد ما نفذوا بحث اجتماعي تقوم به المرشده الاجتماعيه ونزيدوا نتاكدوا احنا بيدنا في الموضوع نتأكدوا أنه حقيقة ما عندوش سند إذا ما عندوش سند هذا ركن فايته ثانيا السن عنده دخل
ما نجموش ناخذوا مسنين هو اسمه مسنين ويقولوا شباب. يجب يكون حقيقة تتوفر فيه الشروط باش ينتظر مساعدة من طرف المنظمة هذه اللي هي ترعى في المسنين. الحاجة الموالية هو أن السند والزيارات، زيارات المسنين. يعني في كثير من الأحيان بقيت كبريتك معناها يوصلوا ويتهن عليه النجم يقولوا شوية وانتهى أمره، ولو يكون البعض منهم حالته الاجتماعية باهية ترى حقه يرعى أهله ويزورهم ويتأكد ما أنها الزيارة هذيك عندها تأثير نفساني. أن الإنسان كي يزوره أهله يفرح يتفرد، ومع الأسف أغلبية اللي عندنا مطور مقيمين ما همش قاعدين يتلقاو في زيارات من طرف أهلهم وذويهم. عندي وليدات وبنيات، وقت اللي نشوف امراه عندها صغار ولا رجل عندها صغار حتى عينيا الدمع مثل لا تهبط الدموع. توحشتكم ونحبنا عايش ما بيناتكم. اقول ولادي اللي توحشهم بالطبيعه ونحب نشوفك البنيه، سمعت بنتي جابت بنيه نحب نراها، واللي جد عقتل تو ونحب نراها. ما لا عندي لا اولاد لا عندي لا حتى شيء. تمنيت جبت صغار وما لوحونيش. واش خص كون جيت عندي عائله وعندي كذا وراني وضبيه نمشي للكعبه. ماذا بيا وان كان نعيش مع وليداتي ومتهني ومريتي معايا وانا مع وليداتي ولا باس. يا خويتي يا بونا عشتي Thank you.